عايز ابعد اكيد استحاله بعد من النادي الاهلي. انا عمري ما يعني حتى كنت بتكلم مع ميدو الحلقه اللي فاتت، عمري ما خرجت من المكان ده، لكن انا يعني المكان ده سابني كتير قوي، لكن برجع تاني. لكن اخد القرار ده اتاكد ان هي حاجه جامده جدا، لكن ما اقدرش اخد القرار ده انا ماشي. لا وقفت، وحصل يعني اجتماع بيني وبين كابتن خطيب، ويعني بالظبط اجتماع كان 10 دقايق بالظبط، ان هو كان مشغول جدا وكان كام حاجه كده، لكن هو كان مديني ميعاد وصمم استاذن حتى من الناس كلها، وقف معايا 10 دقايق، وقفنا 10 دقايق بالظبط اتكلمنا. وطبعا انا بتكلم مع خطيب، اللي هو دايما بقول حاجتين حصلوا لي في حياتي، انتماء للنادي الاهلي ولعب كوره مع كابتن خطيب، شرف. بس اتكلمنا بمنتهى الوضوح، اخ كبير مع اخو الصغير، بالظبط 5 دقايق اسكت وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه، لكن انا الفتره دي شايف انا عامل ازاي. لكن هو صمم اني اقابلني وانا استريحت من الكلام، قال لي ان شاء الله كل حاجه هتتصلح، اكيد بقى في اخطاء في اي حاجه، هي طبيعي خصوصا في الفتره دي هو مشغول جدا. فاتكلمت وبسرعه، قال لي خلاص في قعده تاني ان شاء الله قريب جدا، وقعده تبقى الاحسن، لان هو اكيد انا ما بحبش اتكلم الكلام ده على الهوا كده، ان هو اكيد عارف ان انا عايزه ينجح بمنتهى الامان. انا بحب يعني رئيس النادي الاهلي بحبه ينجح، بحبه احسن حاجه في نجاح موجودة. رئيس النادي الاهلي هو نجاح الاهلي بالظبط، دايما انا بحب النادي الاهلي يبقى نمره واحد في كل حاجه، بغض النظر مين اسم الرئيس، لكن كمان علاقتي بكابتن محمود دي حاجه لوحدها خالص. فتخيل بقى الحاجتين مع بعض، فاتكلمت معاه هو اتكلم معاه بمنتهى الوضوح، ان شاء الله الامور هتتحسن ومفيش اي حاجه هتحصل. خلاص سكت والحمد لله، مستني ان شاء الله قعده تاني معاه. ووضحت له حاجه بسيطه جدا، الموضوع ان استقالتي اتقال على المواقع، قلت له في حاجتين انا ما اقدرش اعملهم، انا بحب النادي الاهلي ده جدا، بحترم مبادئه، بحترم قيمه، وبحترم رموزه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بحبك جدا يعني بحترمك جدا وعايزه تنجح الى اقصى حاجه ممكن توصلها، فاكيد مش هعمل حاجه تضر النادي ولا تضر رئيس النادي ولا تضر كابتن محمود الخطيب. خلص الموضوع في 10 دقائق بالظبط، ايهاب ده اللي حصل بالظبط. انا ما حكيتش لحد خالص، لكن انا ده موجود هنا بقى في الحته اللي بحبها، وانت اثرت الموضوع بقى. لا وانت كمان وصلت الموضوع، فكانت فرصه نتكلم فيه.